السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متشبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من جي أشكاط السيكتور 4، عرف مجموعة من التغييرات والفينيسيون اللهم بارك. فصراحة الأشغال على قدم وساق. هنا كما كتشوفوا واحد الملعب اللي خاص بالوليدات هنايا، وفي الجنبات ديالو كاين عملية ديال الجارتيناج. فراسكم واحد القضيه، الناس اللي غيسكنوا هنا هذا الغرس هذا الا حافظنا عليه غادي يعمر لنا هذه البلاصه، وغتولي الامور زوينه هنايا، غتولي عامره بالورد، وغادي تكون الامور مزيانه. الله يسخر الامور يا ربي. من جهه اخرى هنا عندنا الفضاء اللي خاص بالوليدات، اللهم بارك هادشي راه تحط باقي ان شاء الله. كنظن ربما غدير الرمله هنايا بحكم التراب شويه مع الشتاء. وهذا هنا كنشوفوا العاب جميله ما شاء الله، الله يسخر الامور. بغينا نجربوا ولكن راكم عارفين هادشي ديال الوليدات الصغار. يا سلام، الله يسخر الجميع، الله يسخر. هنا كنشوفوا الالعاب هنا في السيكتور 4، والجميل في الامر في السيكتور 4 هو انه فيه جوج فضاءات خاصين بالوليدات ديال الالعاب. يعني كما كتشوفوا هنايا، هانتوما ردوا البال معايا، عندنا هنا ولا قلبت الاتجاه في اليمين هنايا فكنلقاو هنا واحد الفضاء اخر خاص بالوليدات. اللهم يسير، الله يسخر الامور. باقي واحد هنا راه دازو صحاب الجارديناج نقاو وجمعوا، باقي اليوم غدا عاود والامور مستمره. كما كتشوفوا هنا جهه العماره 17 على اليمين، و 18 19 20 25 ودور على اليسار. هنا كنشوف واحد الفضاء اللي زوين هنا الوسط، يعني خاص غير المواكبه خاصها تكون صراحه الله باش الامور تكون مزيانه. حنا كنشوفوا تبارك الله داك الشيء، ف دابا الناس كيشوفوا هادشي في الفيديوهات وفي هاد الامور هذا، فصراحه هاد الشيء يوتلي الصدر. لكن كنتمنى من الله تكون المواكبه من الجهات المسؤوله، يجيو يطلعوا على هاد الناس مره يشوفوا شنو خاصهم، فين وصلوا في السكن ديالهم الجديد، كي غادا الامور، باش هكذا نقدروا الناس نوقفوا معاهم نكونوا معاهم. لان ماشي بين ليله ونهار واحد الناس مساكن هزيناهم من واحد السكن جبناهم في سكن واحد اخر بلا مواكبه بلا والو. فكنتمنى من الله تكون شي التفاته في حق هاد الناس. وكما كتشوفوا واه ما العيا خوتي والله العظيم، بعدا غنعيد غدا. اللهم يسر، الله يتقبل من الجميع. هانتوما هنا العمارة 17 18 وقيس على ذلك. هنا عندنا فضاء خاص بالوليدات، مازال غيديروا هنا الوسط، غيديروا هذيك ديال العود بحال اللي شفنا في الاتجاه الاخر، غيديروا هنا الوسط. باقي ما جابوهاش، غادي يجيبوها غدا ان شاء الله، يركبوها الله يسخر، غتكون الامور موجوده. يعني السيكتور 4 راه واجد بالنسبه للتسليم ديال الشقاق. فصراحه الا كنا غنقولوا شي رقم اللي غادي يكون رسمي ف ميمكنش حاليا. اللي كاين هو انه الاشغال راه مستمره، والناس ديال ميموزا راهم خدامين معاهم، غاديين معاهم جوج بثلاثه حتى كيكملوهم. كذلك ومثال الناس ديال البساتين، راه باقي الناس باقي ما خرجش ليهم الكريدي، كاين اللي باقي ما خرجش ليه الكريدي، عاد كيخرج ليه الكريدي، عاد كييغاليزي الوريقات. هذا هو اللي كاين باش الامور تمشي دفعات ويمشي العدد يكون محترم وتكون الامور مزيانه، باش مني غنبغيو نبداو نريبو ماشي غنريبو بالراكه جوج ثلاثه، غنهضروا على 50 100 في النهار باش هكذا الامور تكون مزيانه. والله يسخر الامور يا ربي، الله يسخر. هاد البلاصه عجبتني، غناخذ معايا السيل في هاد البلاصه هادي. وكنتمنى رسالتي للقاطيني دور الصافيه بمدينه تماره والنواحي يحافظوا على هاد المكسب ان شاء الله من يدخلوا ليه. والله يسخر الامور يا ربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.